السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض أتباع الدين العفيري يكتبوا لي بالتعليقات وبالبث المباشر في التيك توك يقولوا لي أنت ليش تساوينا مع مشركين قريش وغيرهم من الأمم؟ الله عز وجل قال إن هؤلاء المشركين أفضل منكم. الله أكبر، أفضل من الشيعة؟ نعم، شركهم ما وصل إلى الدرجة التي وصل إليها الشيعة. أنا قلت لكم سابقا إن الشيعة وصلوا مرحلة من الشرك هو ليفل الأخير، يعني ما في بعد منا إلى جهنم، ما في أحد سبقهم بهذا الليفل إلى المستوى الأخير بعد، وهو إنهم سبقوا كل الأمم التي سبقتهم بالكفر والشرك. تريد الدليل؟ يقول الله عز وجل في القرآن عن هذولاك المشركين: فإذا ركبوا في الفلك، يعني بالسفن، وصارت الأمواج عاتية عالية، وعرفوا ما حد ينجيهم من هذه المهالك إلا الله. يقول الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن عرفوا ما حد ينجيهم من هذا الهلاك إلا الله. يقول الله عز وجل: فلما نجاهم إلى البر، بعد ما رجعوا إلى البر وشعروا بالإيمان، إذا هم يشركون، يعني ما يشركون بكل الأحوال. لكن تعال أوريك نموذج من الشيعة، هم في الجو الآن، في طائرة، الآن هم في طائرة، والطائرة تعرضت إلى مطبات هوائية عنيفة، ومكان ما يصيرون مثل المشركين السابقين على الأقل في الشدة وسحون. يا الله، اسمع شي يصيحون، اسمع بإذنك حتى لا تقول لي إحنا مشركين، إحنا مدري شنو. أقول لك مشركين السابقين أفضل منك بمراحل، ما وصلوا لمرحلة الكفر اللي أنت وصلت له. اسمع. سمعت يا شيعي؟ فأبد لا تطري لي، أبد لا تقول لي إحنا مشركين مثل السابق، لا 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 لا، والله السابقين أشرف منكم ومراحل. شفتوا الطائرة اللي تطيح وهن يصيحن علي 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 علي، رجال ونساء. علي اللي ما قدر ينقذ زوجته لما ضربوها، ما قدر ينقذ إمامته وخلافته، ما قدر ينقذ بنته لما اغتصبوها كما تقول كتبكم يا أتباع الدين العفيري. وكما عودتكم في نهاية كل فيديو أخذ لكم صورة جماعية، فتفضلوا، وأريد كبيركم عفير يبتسم ابتسامة عريضة حتى يشوفونها المعجبين. تحياتي لكم.